كان قولها وما كان حشمش، ومن خلال أحداث أنفه إن أي مخرج أو أي منتج مغربي حاب يتواصل معايا بليز ما تخافوش، والله العظيم أنا ما كان خلعش. كيني بزاف ناس كيقولك أنا كان خاف وئام تطلب سعر غالي، أو أنا كان خاف وئام يكون عنده شروط معينة، والله العظيم أنا ما كان خوفش قسما بالله، بالعكس تواصلوا مع، والله العظيم اني ظريفه، والله العظيم وجدا خلوقه في اللوكيشن، وجدا كان سمع كلام المخرج وانا شخصيا حابه اني نخدم، وهذا مش عيب ولا غلط. كي يشوفني كيقول لك ايوا صافي انا بقى نقول لهم ونمشيو نتواصل معهم، علاش؟ هذا اكل عيش في النهايه يعني. بالعكس انا باغا نخدم في عمل مغربي، ويشرفني ان اهضر بالدارجه اللي هي لكنتي الام او لهجتي الام، علاش لا؟ هما كيقول لك ويمكن حيت كتهضر كويتي وسعودي اماراتي يمكن ما تعطيش اللكنه المغربيه، علاش حبيبي انا مغربيه في الاصل. كنت هو انا اش خليتي هاد اللبس دائما اللبس حول الجنسيه ديالك مغربيه اماراتيه؟ ما كاينش لبس لا، ولكن الناس غالبا كانوا تعتقدوا بان وئام عندها جنسيه اماراتيه. لا وانا قلت الحقيقه يعني، كاين بزاف ديال الفنانات من دون ذكر اسامي وللاسف صديقاتي يعني ما تبغيش تقول ان هي مغربيه، نظرا للصورة ما بغاش نهضر على هذا الموضوع، هذا خليني بعيد عن المواضيع. لكن سبحان الله لسبب في نفسي يعقوب، لأسباب هي خاصة فيها. لكن بالعكس أنا نزلت وقلت مش ماشي لبس يعني، عمرهم ما سولوني، عمر ما حد سولني، فهم كانوا كيكتبوا، كنخرج في غلاف على مجلة أو جريدة أو واو كيكتبوا لك الإعلامية أو الفنانة الإماراتية، طب أنتوا سولتوني؟ أنتوا ما سولتونيش. اوكي صحيح ان الوالده وعمر كذبتي؟ لا عمري ما كذبت، لا. ويوم نزلت في كذا من اقوى يعني البرامج المغربيه، نزلت في القناه الثانيه ونزلت مع كثير من يعني الاعلاميين وهذا، قلت لهم انا مغربيه من ام اماراتيه اصلها مغربي تحمل جنسيه اماراتيه وعندي اخواني اماراتيين، لكن بحكم اني انا خرجت من المغرب وانا عمري 14 سنه يعني، فكيقول لك من عاش رقم من 40 يوما اصبح منهم او صار منهم، فما بالك بانسان عاشت نص حياتها تم يعني. دائما تجبدي الوالده ديالك، هل يعني ان العلاقه مع الاب ليست على ما يرام؟ ماشي العلاقه مع الاب ليست على ما يرام، ابوي وامي منفصلين طبعا من يوم كنت صغيره، لكن في فرق شاسع واختلاف في الثقافات. أبوي مشى لكندا وكمل الدراسة دياله في كندا، أخذت الدكتوراه من كندا، وأمي الخليج، فكل شيء مختلف، كل شيء كل واحد عنده طريقة تفكير، فأنا ما عشتش مع الوالد ديالي. ممكن العلاقة واش مستمرة؟ أكيد 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 كاين تواصل، لكن مش بهذاك التواصل أو بهذيك العلاقة الوطيدة اللي لازم تكون بين البنت والأب، لا. هو راضي مثلا على المسار ديالك؟ أكيد راضي أكيد. عمره مثلا عارض يعني ملاحظات أو حول مثلا الظهور ديالك أو الشكل يعني لم يصبر؟ أبدا أبدا، الأب ديالي تفكيره أجنبي بحت. يعني أنت مرضية الأب والأم؟ إن شاء الله أتمنى. وخرجنا معك هذه النقطة ديال الإنتاج اللي دخلتي دابا قلتي لنا الفيلم الجديد ديالك، أنت غادي ديري الإنتاج ديالك؟ ماشي كله شي كله بشراكة ايه اكيد، لان فيلم هذا سينمائي ماشي فيلم ديال التفليه. بغيت نعرف واش معناه انه وئام تحمل دار شويه الفلوس؟ لا ماشي قاد دار شويه الفلوس، راه انا كنقول لهم الفن to be honest yes it's a very dirty yes ماذا تقولين؟ نعم لان تشوف انا صريحه، خلي اللي ينتقد اي انا غنقول لك غنشرح الفن مجال جدا وسخ، مجال جدا صعب، كله وحوش وكله أشواك وكله عراقيل وكله شلاليات وكله بلاوي، لازم يعني الوحدة شو نقولك تحارب بكل ما فيها إذا تبغى تبقى بالصورة النظيفة، واللي ما يهمهاش طبعا هذاك شيء راجع لها. أنا كانت على وئام اللي أنا كنفسي يعني تعرضتي بلاوي وصلت لحد التحرش إيه طبعا أكيد ومشي غير في كل مكان، في المغرب، في الخليج، في هوليوود، في بوليوود، this is the field يعني. وأنا again ما كان يعني كيف نقول لك يعني مش زعلانة من الوضع، علاش؟ لأن في بنات هم اللي داروا هاد الشيء، كتجي كتقول معليش سوري انا صريحه يعني سامحني
يعني جريئة في الطرح وهذا. جي تقول للمخرج أوكي أنا مستعد أني أمثل وبدون فلوس بدون شيء ونتقبل أي شيء تطلبه مني بس خليني أمثل. وجي وقام متحمل تقول له بغيت المبلغ الفلاني وبغيت نسكن في الفندق الفلاني وبغيت طيارة بيزنس كلاس وبغيت كل كناش بغيت أنا فريع الرأس وحدة جاهزة. أزولك هكى الفرق تاع الموهبة. أكيد أكيد طبعًا. بس والله العظيم إنه خلنا نقول خلال سنتين صار كرايسز مش طبيعي، أزمة في المجال غير طبيعية. أزمة في ماديًا. ماديًا إين يعني تقصدين الخليج الإمارات؟ إيه خليج. وشنو سببها؟ من هاد من هاد المواضيع هذه من هاد المواضيع. احنا قمنا يعني احنا ولينا كنضروا الفنانين اللي صار لهم خبره في المجال 5-6 سنوات في المجال وعندهم بطولات ولو كي يتضرروا والله. ما كاينش نقابات ما كاينش اطار. لا ما عندناش نقابه، ما عندناش نقابه في الخليج. لا لا وهذا موجود حتى هنا في المغرب يعني مش قضيه الخليج ولا يعني هذا موجود هذا الواقع بس كنحاربوا. وكيف قاومتي طالما قلتي لنا ان الفن فن كيف مثلا حاولتي ان تقاومي هذا الفن؟ بالاجتهاد وبال يعني انك بالذكاء وبزاف بزاف بزاف ديال الامور بزاف ديال الامور لان ما تجر ليش لساني بزاف. يعني الوحده والله العظيم مع العروض اللي كتجيها وهي كتطلع على الشاشه صدقني قسما بالله يعني الشيطان شيطان شاطر لكن الوحده لازم تشد الجام بحال اللي كيقول قسما بالله. مرات كتجيك مبالغ ماليه خياليه جدا لان الوحده هي اللي خصها تشد راسها والا راح تنحرف وغتمشي في درب ما تقدرش ترجع منه.